السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل عليكم جميعا، يا رب الناس كلها تكون بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اخوكم علي النبراوي من داخل مزرعه A&D. ان شاء الله في الفيديو ده هتنسى حاجه اسمها الجودري. بعد الفيديو ده لو عملت كل اللي اتعمل في الفيديو ده ان شاء الله مش هتلاقي بس مفيش جودري، هتلاقي زغاليل صحتها محترمه جدا جدا، وهتلاقي انتاج وفير. ان شاء الله الفيديو ده هيكون مفيد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوف الفيديوهات. ويعتبر مرض الجدري ده من الامراض اللي انت لازم تتقيها افضل من ان انت تتجه للعلاج بتاعها. يعني الوقاية خير من العلاج، يعني اللي احنا بنعمله ده مجرد ان هو وقاية من المرض علشان نقضي على الحاجات المسببة لمرض الجدري. خلينا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف احنا عملنا ايه. يعني في اكتر من كذا زغلول عملنا فيه نفس اللي اتعمل مع الزغاليل اللي فاتت، ادينا له ايفرميكتين، ادينا له اكتوميسرين، وهنشوف مع بعض برضو اشكال الايفرميكتين واشكال الاكتوميسرين في الفيديو. طبعا ده الايفرميكتين هنسحب منه شويه، تمام، بسرنجه زي كده. طيب ده الايفرميكتين زي ما احنا عارفينه، تمام، هنسحب شويه منه بالسرنجه دي عشان هو ايه متبرشم جامد، ونحطهم في القطار عشان نبتدي ان احنا نستخدم الايفرميكتين كنقط. ودي فيها الاكتوميسرين، الاكتوميسرين تركيز 4:1، يعني سنتي اكتوميسرين عليه 4 سنتي ميه. كده احنا جهزنا ايه الزغاليل في الطواجن، وجهزنا الحاجه اللي هنديها لهم الايفرميكتين والاكتوميسرين، وجهزنا برضو التحديق والدبل. هنشوف مع بعض هنبدا ازاي او هنعمل ايه. اول حاجه نبتدي دلوقتي ايه، ده العمر اللي الطاجن فيه بيتوسخ. انت حاطط تحديق كويس وكل حاجه، بس الزغاليل بتبتدي ان هي ايه توسخ الطاجن. فهنبدا ان احنا ايه ننظف الطاجن، ننظفه زي كده بمعلقه عشان بيبقى فيه زرق وبيبقى فيه ميه، فالميه دي بتسبب امونيا وتسبب تعب للزغاليل. طيب دي يعني دي الحاجات الاوليه. بعد كده هندخل على موضوع الجدري، لان النظافه برده مهمه جدا، بتجذب الحشرات. يعني كل ما كان الطاجن نظيف كل ما كان الحشرات هتبقى قليله في الطاجن. لو الطاجن وسخ هتلاقي الامراض كتير والحشرات كتير. كده احنا نظفنا الطاجن اهو، هنبدا نحط فيه شويه تحديق اهو، بس كده تمام. ونحط ايه الزغاليل. ده طبعا العمر اللي بيبقى فيه الزغاليل محتاجه الدبل. بندبل الزغاليل بالدبل المناسبه اللي هي تناسب حجم الرجلين، يعني دول زواجل فليهم الايه الدبل اللي هي دي، ونحطه في الطاجن. وده التالي. كده احنا لبسناهم الدبل ونظفنا الطاجن. نيجي بعد كده بقى ايه نحط لهم ايه نقطه في البق زي ما انتم شايفين كده، ايه ايفرميكتين. دول للزغاليل. ليه؟ الايفرميكتين ده بيستخدموه للبهايم وبيستخدموه للايه الاغنام والكلام ده كله. طيب احنا بس بيستخدموه بجرعات عاليه، احنا بنستخدم نقطه واحده. ليه؟ علشان مفعوله يمشي في الدم. تاني حاجه نبتدي ان احنا ايه نرش الاكتوميسرين زي كده. طيب كده انت ضمنت ان مفيش دبان هيجي للزغاليل، مفيش سوس هيجي للزغاليل. طيب الجدري، طب ما انا اديت الايفرميكتين ده ليه في البق؟ علشان يمشي في الدم، علشان لو في ناموسه جت وعضت زغلول او قرصت زغلول هيبدا ان هو ايه الناموسه دي تموت، او اي حشرات تموت سواء دبان او اي حاجه من الحاجات. بس وبنرجع الزغلولين مكانهم في العش. طيب دول زغلولين عمر اكبر، زي ما احنا شايفين ما شاء الله مفيش اي حبايه في اي زغلول، الزغلول نظيفه. وهنشوف برده في الفيديو ده الاعمار اهو، نفس الكلام، الطاجن متوسخ، هيتنضف الطاجن ويلبسوا الدبل ونبدا ان احنا ايه نرشهم. طيب بس هنا ده باكستاني وده كورك او بومه صيني اللي هو بفلل، بس لسه ما طلعتش. دول مقاس الدبل بيكون اصغر، بيكون اصغر من الزواجل. ليه؟ لان رجليهم اصغر، لو لبسناهم دبله كبيره هتنزل من رجليهم وهتتخلع بسهوله. ادي رشينا الطاجن وحطينا فيه شويه تحديق، وهنبدا ان احنا ايه نرش الزغلولين بعد ما نلبسهم الدبل.
هنختار الدبل الحمراء للزغاليل دي. ليه الدبل الحمراء؟ الدبل الحمراء مقاسها اصغر من مقاس الدبل بتاعه الزواجي. يعني لو جينا بصينا هنا كده، دي مقاسات، ادي واحده، ادي اتنين، طيب وهنبدا تاني برضو نكرر نفس الكلام، هنرشهم ونحط لهم نقط. طيب ده اكبر في السن شويه، ممكن نحط لهم نقطتين مش مشكله، ما بين نقطه ونقطتين هو ده الاستخدام الافضل. طيب نشوف الدبل تاني، المقاسات مختلفه، دي اخر دبلتين، فانت لازم تختار النوع المناسب او المقاس المناسب للدبل زي ما احنا شايفين اهو. تركيز الاكتومسرين زي ما قلنا، بنحط سنتي اكتومسرين و4 سنتي ميه. يعني لو بس ونرجعهم مكانهم تاني، ده واحد تاني اهو، وده عمره برضو اصغر. طب العمر الاصغر ده هنعمل معاه ايه؟ برضو نفس الكلام، هننضف الطاجن بتاعه، ده الطاجن بتاعه نضيف، ليه لسه منضفينه برضه ورشناه وظبطنا له الدنيا. فاضل العمر الصغير ده. طيب وانا بفضل الناس كلها تبدا في العمر الصغير ده، علشان الجدري بيجي بسرعه للزغاليل في الاعمار دي او في العمر ده تحديدا. نروح مديله له النقطة اتنين، مش مشكلة نقطة او اتنين، بس الافضل نقطة للعمر ده عشان ما يسببش تشنجات. بس ورشينا الاكتومسرين وهنرجعه مكانه تاني اهو، وده نفس الكلام. بس بكده ان انت تقدر تقول الجدري شكرا، يعني مش هيجيلك جدري في الزغاليل. طب لو جه جدري، بنجيب سرنجة انسولين وبنجيب اسيتون بتاع ازالة الضوافر او المنكير بتاع الضوافر من الصيدلية، وبنحقن في الحباية نفسها، بنحقن الجدري او بنحقن الحباية من الجنب، بنديله كده حاجة بسيطة خالص بحيث ان احنا نطمن ان الاسيتون دخل في الحباية، بيعمل ايه؟ بيكوي الحباية وبيخليها بعد يومين ثلاثة تغمق وتبتدي ان هي تقع. بس ان شاء الله ما نوصلش للمرحلة دي. بس لو جينا شفنا الحضان بعد ما رجعنا الزغاليل للعين، بص بياكلوا في التحديق الجديد اهو. بس كده اضمن لك ان انت تودع الجدري ده نهائي، وان شاء الله ما تلاقيش الجدري في الصيف ده. طيب الزغلول ده اكبر منهم في العمر، واتعمل معاه نفس الكلام اللي عملناه في الزغاليل قبل كده في الفيديو. بص اهو، وبص الطاجن عامل ازاي، برضو وسخ. فلازم نغير الفرش بتاع الطاجن علشان لو احنا عايزين زغلول سليم. ادي بص الزغلول ما شاء الله عليه اهو، وطبعا ممكن نرشه برضو تاني عادي خالص ونديله نقطتين ايفرميكتين، برضو مش مشكلة اهو. بس دايما تحافظ على الزغاليل في العمر ده نظيفة. ليه؟ لان هي بتجذب الحشرات، يعني الحشرات بتحتاج حاجة كده ايه، عريانة، تبتدي ان هي ايه تتسلى على الغذاء بتاعها. بس وزي ما احنا شايفين ان شاء الله لو مشيت بالطريقة اللي احنا بنتكلم فيها دي، هتكون نتيجة السنة دي افضل كتير. كده زي ما احنا شايفين اهو، برضو الزغاليل دي نفس الكلام، الزغاليل الصغيرة اللي في العمر ده واصغر بنعملها بنعيد على الزغاليل التانية. طيب انا شايف الزغلول ده ايه، بعد ما ترش كده شفته ايه، بيزك على رجليه سنة بسيطة. طيب هنديله حاجة اسمها اهي كاروسكال، ده كالسيوم. هنديله نص قرص كل يوم، ده بشري من الصيدلية.
طيب بص، رجليه ولا ورمة ولا اي حاجة، بس بيعرق. اتمنى يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت اول مرة تشوف الفيديوهات. واشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.